أكد سعد رمضان أن الذي يحبه بجائزة المولك سدول أنها تأتي نتيجة تعب وجهد وبغض النظر في حال فاز أو لم يفز، وتمنى أن يفوز بها هذا العام. سعد شد داء لا مشكلة لديه في أن يحضر حفل المولك سدول حتى لو لم يعلم هوية الفائز، وتمنى أن يصبح حفل الجائزة كحفل الجوائز التي تعطى في الخارج، وأكد أنه حتى لو لم يأخذ الجائزة بمجرد وصوله إلى النهائيات وأن يذكروا اسمه من بين الأسماء التي وصلت إلى النهائيات اعتبره نجاحا مميزا، وأكد أن ليس من المهم أن يكون الفنان الأول بكل شيء ولكن الأهم أن يكون من بين الأوائل، وفي حال قرر أن يطلب من الجمهور أن يصوت له لأغنية يختار أشار سعد رمضان أن أغنية مازال حققت أرقاما خيالية لم يتوقعها، خاصة أنه غناها بالصدفة، وهذا ما صدمه لأن هناك أغاني يتعب عليها الفنان كثيرا ولا تحقق الانتشار المطلوب، وأغنية واعرة أحبها جدا الشعب المغربي. وعن أصداء أغنية عم نام عال وإف لفت سعد إن الأصداء جيدة جدا ورواد مواقع التواصل الاجتماعي يتفاعلون مع الأغنية كثيرا، وأشار أن عنوان الأغنية تعرض للانتقاد في البداية إلا أن الجمهور تجاوز هذا الموضوع وأحب كلام الأغنية جداً.